أعزائي متواصلين معكم بفقراتنا، ويعني واحد من المواضيع المثيرة للجدل، واحد من المواضيع الاجتماعية يمكن يعني ما بين ناس تقبلها وأخرى ترفضها، موضوع الزواج الثاني. معنا بها صباح للحديث عن هذا الموضوع الأخصائية الاجتماعية دكتورة أحلام خطاب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني هو موضوع مثير للجدل كثير. الزواج الثاني يعني قد يكون هو حلال، يعني احنا ما بنختلف على انه هو حلال الزواج الثاني، لكن يمكن له بعض الضوابط. امتى لازم يكون الزواج الثاني مضبوط او له لبعض الاحكام، وامتى هو يعني قد يكون مباحا لاسباب يعني شرعيه ولاسباب اجتماعيه. وشي يسعد صباحكم بالأردن، صباح الخير على كل الأمة العربية والإسلامية، وإن شاء الله صباح السلام والحب والوئام. طبعا هو أكيد شرع الله وشرع الدين، يعني ما شرع شيء الله سبحانه وتعالى كان فيه أكيد نقول غرض صحيح بمجتمعاتنا. هو الأصل في الزواج، الأصل يعني إحنا ما بنرجع، الأصل بزواج التعدد، ودليل طبعا من الآيات القرآنية، لكن مش حدخل في مجال التعدد عشان ما نغضب الستات شوي. بلاش يزعلوا الصبح. بالضبط. فهو طبعا الزواج إذا شرع أو إذا الرجل اختار أنه هو يختار زوجة ثانية، لازم يكون هناك ضوابط للزواج الثاني. يعني نقول هو الزواج طبعا واجب، معروف أنه واجب. متى بيكون الزواج مباح؟ يكون الزواج مباح إذا الرجل شعر أن هناك خوف من الوقوع لا سمح الله بالحرام، ونقصد بالحرام اللي هو الزنا، فخاف على نفسه فلجأ إلى الزواج الآخر، الزواج الثاني. طبعا بس ما نفتح باب أنه كل ما الرجال يعجبوا مرة وأخاف على حالة أو أنا أجوز واحدة ثانية، لا، في له ضوابط. نعم. هل إذا كان الرجل هذا توقع أنه من خلال زواجه الثاني هذا راح يقع فيه نقول مفسدة، والمفسدة أقصد فيها اللي هو انهيار الأسرة داخل المجتمع، وطبعا المشاكل اللي قد تتعرض لها الزوجة من إهانة وما إهانة داخل البيت نتيجة زواجه الثاني، فهو هنا طبعا الشرع وقف انه هو يمنع الرجل من انه يتزوج المراه الثانيه. متى يكون الزواج الزامي او واجب على الرجل؟ اذا الرجل مثلا نقول انه محتاج الاطفال وما عندوش اطفال، مثلا تكون هذه طبعا حاله من الحالات اللي بتكون فيها بعض النساء مريضات او غير مريضه تكون عقيم، فهو محتاج يكون في عنده اسره، وطبعا الرجل محتاج انه يكون له اسم، تعرفي احنا مجتمعات نعم. يعني حتى لو مش اسلاميه المجتمعات كلها بشكل عام سواء كان حتى لها هي ممكن تكون الزوجه الاولى ايضا حنونه على الاطفال. بالضبط بالضبط. وهو المشكله صعب مرات في تقبل الاولى لفكره الزواج الثاني، وان كان هذا طبعا شرع وانت عارف انه حلال. وين تقع المشكله؟ في انه عداله الرجل، العداله هلا اللي الله شرحها بين الزوجين انها تكون في الملبس، في المسكن، في المصرف، لكن في عداله صعب جدا انه يحققها الرجل بالزواج الثاني، العداله القلبيه. نعم. لانه الدليل على هيك انه عليه الصلاه والسلام قال ربنا يعني فيك تحاسبني على كل شيء لكن لا تحاسبني على القلب. الرجل قد يعشق امراه ولا يعشق الاخرى، ولكن يؤدي واجب الاولى وواجب الثانيه، هذا لا يمنع، لكن هاي نتفه الحب اللي نقول المشاعر والقلبيه هي شغل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، يعني مش بايد البشر، وما بيقدر الانسان يمنحها او انه يزودها، ولكن يقدر الرجل يضبطها عشان يحقق العداله المنشوده، فيقع ما يقع بالحرام بين الزوجة الأولى والثانية. ولكن للأسف الشديد يعني مشروعية الزواج الثاني وإن شرعت نقول لأهداف سامية، الأهداف راقية، ومثل ما قلنا أنه يكون مثلا الرجال بده نسل زيادة، أو مثلا زوجته مثل ما قلنا مريضة، أو مثل ما قلنا عقيم، أو مثلا امرأة كبيرة وهو محتاج أن يكون عنده امرأة أخرى مثلا ترعاه. هناك كثير كثير غالبيه عظمى من الرجال، وانا عم بحكي لك من خلال تجربه حتى عندنا احنا كاخصائيه اسريه او تربويه، انه في رجال بيعتبر الزواج الثاني عقوبه للمراه الاولى. هون صار الزواج الثاني يعني صارت مشكله طبعا. نعم طبعا. هون اصبح مشكله. هو مش من حق الرجل انه هو يعتبر انه الزواج الثاني عقوبه، يعني العمر ما كان الزواج ذنب تحاسب عليه المراه او عقوبه. عمر ما كان شيء حلال يستخدم كذنب كعقوبة. بالضبط. أنا أضل أهدد الزوج إني بدي أتزوج عليك بعاقبك، لسانك طويل بعاقبك بامرأة أخرى مثلا، مهم اللي ببيتك بعاقبك بامرأة أخرى، لا، هناك في أساليب ثانية. يعني إذا الله سبحانه وتعالى والرسول علمنا كيف حتى هجر المرأة بيكون داخل فراش إنك تدير ظهرك عنها، أو طبعا قبل إنك تحكي معها وتتعلمها كيف أنت نظامك. هلا طب أنت لاحظي إنه ممكن في مرات مباشرة بيتركها بيروح بلجأ لمجتمع آخر، اللي من المجتمعات اللي فيها نكبات والحروب والمشاكل، بتزوج امرأة سوري ما بديش أقول هالعبارات لأن تكون أرخص تكاليفها من بنت البلد اللي كان مرتبط فيها. الزواج. فاعتبر هذا إنه الزواج. طبعا هو هون حطم أسرته، حطم حتى المشاعر، حتى من أول العشرة والفضل اللي كان بينه وبين الزوج الأولى مجرد ردة فعل. ولعلمك كثير بتكون في حالات إنه بيرجع فيها الرجل للأولى من بعد ما بينهار البيت الثاني. ليه؟ لأنه كتير والغالبية العظمى من الرجال لما بيلجأ للزوج الثاني، الزواج الثاني بيلجأ له باندفاع بدون ما يفكر انه الزواج الثاني هذا في له ضوابط كمان، يعني انا عشان اغاير
بمعنى اني اختار امراه اخرى غير امراتي الاولى، لازم المراه الثانيه تكون لها نقول مقاييس معينه انا بديها فاستمر معها، مش اتزوج لغرض ان انا عاقبت امراه زوجتي بشهر او شهرين فاقوم طلقت الثانيه وبعدين رجعت للاولى. فبالتالي هيك حطم اثنين بالاسرتين. نعم بالأسرتين. فما حقق المقصد الشرعي من الزواج الثاني، وهي كثير كثير بيوقع فيها الشباب اليوم كثير. يمكن كنا بنتناقش ومن هون طلع الموضوع انه نحكي فيه، كنا بمجموعه عم نتناقش انه احيانا ايضا يعني ربنا عندما شرع الأصل في التعدد إنه أحياناً عدد الرجال بيكون أقل من عدد النساء، نسبة ارتفاع العنوسة في المجتمع، الحروب أحياناً تفقد يعني يفقد الشعب مجموعة كبيرة من رجاله، فبالتالي بتصير عدد النساء أكبر. لكن كيف ممكن تتقبل الزوجة الأولى الزواج الثاني؟ شوفي، هو أن تتقبل المرأة هذه استحالة، نفكر فيها احنا بكل صدق. المرأة صعب انها تتقبل وجود امرأة اخرى نقول تتقاسم نعم الزوج. هي خلص المرأة، احنا بنظامنا لما يجي الزوج خلص الزوج هي ملكة الزوج، تعتبر ملكة مشاعره، ملكة وجوده، صار حبيبها، صار ابوها، صار صديقها، صار امها وابوها، هو كل حياتها وكل اسرتها. فكيف فجأة هيك تفتح عينها تلاقي انه في زوج اخرى بتشاطر الفراش، بتشاطرها نقول السفره، بتشاطرها المصرف، بتشاطرها الحب، بتشاطرها كل شيء بالزوج. هي صعب كثير تتقبلها المراه لانه المراه بطبيعتها رقيقه عاطفيه. نعم المراه فيها عندها مشاعر مرهفه، يعني بتحتاج الرجل نقول يصبر غور قلبها عشان يفهم هي شو. يعني عليه الصلاه والسلام كم مره كان يوصي الرجال ويقول لهم تواصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وكان يقول رفقا بالقوارير، يعني شبه المراه بالقاروره. يعني هو طبعا هلا ستات اليوم فيهم شد اكيد، لكن بتضل المراه من داخل المشاعر رقيقه تنكسر بسرعه، فهي محتاج الرجل يكون قادر على عمليه اقناعها بالفكره، يعني لانه المراه اذا ما اقتنعت راح تدمر. قديش او ايش الاسس اللي لازم يتبعها الرجل لحتى يقدر يوفق ما بين البيتين، لحتى يكون عادل ما بين البيتين، حتى يقدر يوفي الزوجه الاولى والزوجه الثانيه حقوقهم ايضا؟ أنا بقول مرة ثانية بشدد على أنه لازم أن يكون المسكن واحد، في عدالة بالمسكن، عدالة بالمصرف، بالمأكل، بالتعامل ما بين الأولاد الأولى وأولاد الثانية. قلت لك النقطة الوحيدة للرجل لن ولن ولن يعتل فيها هي المشاعر القلبية، بس طبعا الرجل اللي هو يحتاج إلى أن يكون محنك وذكي جدا. هم طبعا الرجال دبلوماسيين في التعامل مع الزوجتين طبعا شاطرين، فهو بيقدر انه مرات بيسموها عنا بالمفهوم البلدي الكذب الابيض، يعني الكذب البيضاء، يعني بحبك وبحبك. طبعا هو مش بحبه وبحب، هو لازم يكون في قلبه ميال لوحده. مش ممكن الرجل يحب تنتين؟ لا هو رجل بحب تنتين، الرجل الله خلقه غير عن الست. غير هو بيقدر قلبه يتحمل، بس هو بيضل، يعني بقول لك شغله واحده، يعني كمان من خبرتي بقول لك، هي بضل في وحده لها مميزه، لها فزه قلب، يعني عارفه شو فزه قلب، هيك القلب ينط لها غير عن غير. بس الرجال الذكي نقول مره ثانيه والحكيم اللي بيقدر يسيطر على تعامله بالتنتين ويعلمهم كيف هم يتعاملوا معها صح. يمكن هاي مهمه كمان، كيف تتعامل يجب على المراه كمان مع زوجها، المراه ان تتعامل مع زوجها ومع ضرتها في حال تواجدت. المرأة تتعامل مع ضرتها يعني صعبة جدا، يمكن بتلاقي من الألف واحدة أو تنتين بيقدر يتعامل عن ظهر قلب. عندنا نموذج على فكرة كتير مشهور بالوطن العربي، وإذا بنحكي من المشاهير يعني الفنانة إسعاد يونس والفنانة شريهان، هم تنتين ضرتين، لكن واخد الثالثة لما مرضت شريهان اللي وقف جنبها ضرتها الأولى، إسعاد يونس وقفت معها خلال فترة مرضها. يعني في أحيانا تبقى بالمجتمع بعض النماذج السليمة صح، مرات بيكون في رابط نقول واحد، يعني بتكون التنتين بحبوا الرجل والتنتين مهتمين هم يكونوا تحت كنف هذا الرجل فبيتفقوا مع بعضهم، لكن بضل في تنافر. هلا أنت حكيت عن المثال هذا، هي شريهان كانت مريضة كثير يعني، فكانت سعاد، هي إسعاد كانت واقفة معها، طبعا هي اكيد هذا السبورتنج والمسانده هو 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 موضوع انساني ملوش علاقه بالغيره، يعني انا ممكن اوقف مع اي وحده، لكن بضل في داخلي انه هاي بضل نقول ضرتي طبعا يعني. اذا بنرجع كيفيه التعامل المراه مع زوجها وكيف يتعامل، برجع بقول انه الست لازم تضبط اعصابها كثير، لانه انا بعتبر انه الزواج الثاني وان صار هو قدر قدر، فإذا صار قدر بدك تعرفي كيف تتعاملي معه، كيف ترضي بالواقع. الأفضل بكثير إنه الست تقعد وتتفاهم مع الرجل، ومثل ما قلنا هي الحياة مش كلياتها مشاعر حب وعواطف.
حسب الحياه الزوجيه. لا بتلاحظي بعد فتره، انا ما اقول ما بتنعدم، لكن بعد فتره بيكون في شويه الحياه رتيبه، بتصير الحياه مجرد تربيه ابناء، احترام متبادل، عشره بنقول بين الزوجين. وقالها ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل هو درجه من درجات الحب بس مش الحب كله. هلا لما المراه بيزوج عليها بتفتر مشاعرها بطبيعتها، لانها بتعرفي انسان مثل ما قلت لك رقيقه، فهي المفترض انها تمسك بيتها. انا دائما بنصح الستات بقول لهم لا تتخلي عن الاسره، لان الاسره شيء والزوج شيء اخر. يمكن هذا الشيء الاساسي اللي احنا المهم بفقرتنا اليوم. نعم، البيت ما له علاقه، يعني انا بدي امسك اولادي وبدي اربي اولادي، انا مش بمسكهم علشان زوجي ولا كرمال زوجي، انا بمسكهم لان انا ام، ولان انا واجبي ودوري قدام الله اني انا اربي اولادي وانتبه لهم. الله لما رزقني هالاطفال رزقني عشان انا اقدر اربيهم اطلعهم تربيه سليمه للمجتمع اللي احنا فيه. مش بروح للاسف الشديد في كثير من الستات العالم، وخاصه بالمجتمع الخليجي، يمكن لان انا كمان بشتغل فيه كثير. نعم. انه الستات بتروح بتتحدى الرجل، انت تزوجت علي، فبتمسك الاولاد وبتطلع من البيت وبتترك الاولاد للزوج او للخدامه. طبعا انت هيك يعني حطمتي مفهوم الزواج الثاني، وحطمتي كمان مفهوم تربيه الاسره. هلا يعني الزوج حبه ما له علاقه بارتباطك بابنائك، يعني مش معقول اذا كان هو الزوج يتزوج علي او ما انا اترك الاولاد وادمر مثلا الاسره باكملها. خلينا نفترض انه هو اخطا في نظرك انت او بمفهومك، نقول انثوي، انه هو تزوج عليك زوجه اخرى، ما بترك الاولاد لانه الاولاد هم محتاجين في هالحاله. هاي كيف في حال انه الرجل ايضا هو بقي يعني بيصرف بيصرف هو على حتى اولاده وبياخذ باله من ابنائه، فهي يعني المفروض انها تضل بالضبط تؤدي واجبها قدام الاولاد. مثل ما بقول لك، هذا في فرق ما بين ان انا ادي واجبي كام مع الابناء وواجبي كزوجه. كمان احيانا الست بتبقى مضطره انها تترك الابناء لما بيكون هي ما تقدرش تكون معيله لهم. عاد في بعض الحالات اللي من اول لما بتتخذ الرجل الزواج الثاني كذريعه لمشاكل الست، بيكون طفشان بمعنى، يعني انا هربان وزهقان منك. هلا هو الرجل عليه طبعا لوم كثير وراح يحاسب قبل من المجتمع. هلا الرجل مش من حقه انه يزوج وحده ثانيه ويفل ويترك البيت ويترك الاطفال لها، هذا خطر. يجب ان يكون يعني عادل. نرجع بنقول العداله مطلوبه. خلينا نفترض انك انت يا رجل مش قادره تحب الزوج الاولى، اوكي ما في فرق، لا تحب الزوج لكن اعطي الواجب. في فرق ما بين المشاعر وين الواجب. صحيح، اني احب شيء واني انا اقوم بواجبي تجاه زوجتي واولادي شيء اخر. نعم، يعني انا بدي اشكر حضورك معنا بهالصباح دكتوره احلام خطاب على هاي المعلومات، وبنتمنى انه يعني كل سيداتنا يستفيدوا منها ان شاء الله. يعطيكي الف عافيه. الله يعافي عمرك. اعزائي متواصلين بفقرتنا الاخيره مع التغذيه وخبيره التغذيه دانا بردقجي، خليكم معنا.